إبراهيم خايب. كنتمنى ان العيش مني اننا نكون ديما هذا راه تكليف ماشي تشريف ونكون ديما الضم وحسن الضم ديال الجمهور الكريم وشكرا. اليوم التكريم ديالي في المهرجان ديال نادي السينما سيدي عثمان اللي كيترأسه السي عبد الحق مشور، ومن خلالكم كنحيي السي عبد الحق مشور على هذه الالتفاته الكريمه اللي دار ليا، لانه هو ابن الدرب وولد الدرب، وتفكر واحد الفنان اللي هو في الدرب، فهذه يعني كيبقى انا وسام او يناشين في الصدر ديالي دائما لعمري ما نساها. وشكرا المقاطعه ديال سيدي عثمان مولاي رشيد، لان البدايه ديال المسرح الهوات بدينا هنا في هذا الدار الشباب اللي ديال سيدي عثمان اللي بدينا فيها تقريبا مع الحمد لله ان الوجود ديالهم على الاستاذ السي المسكين الصغير او المسرحيه لعبنا ليه كانت هنا مذكره رجل التدريب ديالها، وكذلك السي طبعي اللي كنتمنى ليه الشفاء العاجل، وكذلك ابراهيم ورضا، وكذلك بنيس الله يرحمه. واحد بدينا هنا، وهذا شرف كبير اللي كنشوف ان السي عبد الحق مشور رئيس النادي السينمائي ديال سيدي عثمان اللي يشجع الشباب، وكذلك ما كينساش الرواد، ولا سيما ما كينساش يعني اللي كبروا معاه، لانه شافنا من بدايتنا لاخرنا، فهو كان متبع المسيره الفنيه. وهذا الشيء كله فضل الله والجمهور المغربي لا خارج الوطن ولا داخل الوطن، لانه بلا بالجمهور ما غاديش نكونوا حنا. وهذا التكريم كيحفزك انك تزيد المزيد. الحمد لله حنا في الطريق الصحيح، وكنتمناو للي حشمنا، وشكرا.